بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله نكمل محاضرتنا الخاصة بالميموري انترفيس، وراح نشرح بها اكزامبل جدا مهم، أكثر تعقيدا من الاكزامبل اللي شرحناه بالمحاضرة الماضية الخاص بالميموري انترفيس وطريقة الديزاين. الاكزامبل نص الاكزامبل: design a memory interface unit for an 8088 microprocessor having a memory map specification explained in the following table. عندنا ثلاث انواع من الميموري. النوع الاول هو الEEPROM، حجم المطلوب هو 8 كيلو بايت. يبدا الستارت ادريس مالته، هذا الستارت ادريس يبدا بالFE000، والافيلبل chip او البلوك المتوفر هو 2K في 8. النوع الاخر من الميموري هو الاي سكوير بروم، حجم الميموري 32 كيلو بايت، يبدا بالادريس 20000، والبلوك المتوفر نوعه هو 4K في 8. وايضا الرام ميموري النوع الثالث هو الرام الميموري، حجم المطلوب 128 كيلو بايت، يبدأ بالأدرس 0، والبلوك سايز المتوفر هو 8K في 8. أول ملاحظة مهمة هي أولاً التأكد من أنه الـ available chips اللي مذكورة يجب أن تكون بالستاندرد فورم. الستاندرد فورم هو يكون في 8، يعني لازم يكون الرقم المعطى في 8. مثلاً 8K في 8 هذا ستاندرد فورم، 4K في 8 ستاندرد. بهذا الإكزامبل طبعاً كلها بال ستاندرد فورم، لكن إذا نشوف مثلاً هذا السؤال هنا الـ available memory chip، هذا مثلاً هذا مو بالستاندرد فورم لأن في مو في 8، كذلك هذا بالستاندرد فورم no problem، لكن هذا مو بالستاندرد فورم. أوكي، فلازم ينضرب في 8. زين، هنا كيف نحوله إلى الستاندرد فورم؟ نحتاج نحول هذا الرقم إلى 8، فنأخذ من 128 8 ونضيفه على هذا، فراح يصير التحويل إلى الستاندرد فورم 128 على 8 راح يصير 16K. هنا راح يصير 16K في 8، وهذا هسه أصبح مكافئ لهذا، مكافئ لهذا الرقم، لكن أصبح بالستاندرد فورم. كيف حولنا بالستاندرد فورم؟ أخذنا قسمنا على 8، هنا أخذنا 8 وضربناها بالواحد. هنا الاثنين كي في واحد، الاثنين كي هي 2 في 1024، فلازم نضرب الاثنين في 1024 لازم نقسمها على 8 ونحولها إلى هنا، فصير هاي 8 هنا وهذا الفي، و2048 تقسيم 8 راح تكون 256. اوكي، فراح تصير الميموري المتوفرة عندنا هي 256 في 8. فهذه أول خطوة يجب أن ننتبه عنها، أن السؤال معطى بالستاندرد فور. زين، حل السؤال هو إيجاد الميموري ماب. يتضمن مجموعة ستيبات نتبعها بالشكل الآتي. الستيب نمبر 1 هو أنه نحسب calculate the number of pages required for each memory type. لازم نحسب the number of pages. شلون نحسب the number of pages؟ أول شيء نجي على الحالة الأولى مال EEPROM. EEPROM نقول the total size، the number of pages يساوي لنا total size على the available chip. 8 كي بايت تقسيم على 2 كي، هذا الافيلبل شيب 2 كي في 8، 8 ويا 8 الكي ويا الكي، 2 ويا 8 تبقى 4 بيجز. فاذا هذا التايب مال الميموري يحتاج 4 بيجز. اوكي، نجي على النوع الاخر الاي سكوير بروم، التوتال سايز 32 كي في 8 على المتوفر 4 كي في 8، نقسم 8 والكي وال 4 و32 راح يطلع 8 بيجز. الثاني هو 8 pages، وهكذا الثالث 128K تقسيم المتوفر 8K في 8 نقسمه راح يطلع 16 pages، فهذا 16 pages.
فهذه أول خطوة بالحل، أنه نحسب الـ number of pages لكل memory. طيب الـ step number 2 نحتاج شو نسوي؟ step number 2 نحتاج specify the type of the decoder needed for each memory type. طبعا هذا راح يعتمد عليه من على الـ number of pages اللي وجدناها بالـ step number 1. فبالنسبة للـ EEPROM احنا بما أنه عندنا أربعة pages، شوفوا هاي اللي لقيناها هنا 4 × 8 × 16 فبما أنه 4 pages فالديكودر مالتنا راح يكون 2 × 4. الثاني بما أنه 8 pages فأكيد راح نحتاج 3 × 8. 16 pages راح نحتاج 4 × 16. فهذا step number 2، الديكودر سايز 2 × 4 3 × 8 4 × 16 لكل نوع من الميموري. أوكي، هذا الستيب الثاني. الستيب الثالث calculate the number of address lines needed for each type of the memory chips pages. يعني احنا مو عندنا pages لكل نوع من الميموري، فراح نحسب ال number of lines لكل page لكل block. فكيف نحسبها؟ نجي على اول حالة بالنسبة لل EEPROM، ال page size هو 2K × 8. اوكي، طبعا هذا هو ال page size اللي معطاء لنا 2K × 8، هذا الـ Page Available Chip اللي هو الـ Page Size. فالـ 2K × 8 فشقد راح نحتاج Number of Lines؟ نقول 2 أس شقد يساوي لنا 2K، هذا هو نحل هاي المعادلة. 2 أس شقد الـ N يساوي 2K، طبعا هنا هذا الـ K هو 10 والـ 2 أس 1 2 أس 10 2 أس 1 فالـ N يطلع شقد 11. فإذا الأدريس لاينز للأول الحالة الأولى هي 11 من أي نوت إلى أي 10. نجي على البي بالنسبة للإيبروم، حجم البيج سايز 4K × 8، أيضا نكتب 2 أس N يساوي 4K، فإيش قد الآن هنا 10 والأربعة 2 أس 2 ف2 زائد 10 يطلع 12. فالأدريس لاينز 12 اللي هي من أي نوت إلى أي 11. بالنسبة للرام البيج سايز 8K، نكتب أيضا 8K، الكي 10 الثمانية 3 فراح يطلع 13 اللي هو من أي نوت إلى أي 12. هذا الستيب الثالث. الستيب الرابع اللي هو أيضا مهم، لازم نحسب الأدريس لاينز أساينمنت لكل نوع من الميموري. الأدريس لاينز أساينمنت شلون نحسب الأدريس لاينز؟ هنا أنا نجي ناخذ أول حالة النوع الأول من الميموري الـ EEPROM. نجي شو نقول؟ نقول total address lines هي من أي نوت، هاي إحنا نعرفها، إلى أي 19. هذا كل الأدريسز من أي نوت. إحنا حسبنا الـ EEPROM راح يأخذ شقد من أي نوت إلى أي 10، نجي نحددها من أي نوت إلى أي 10. تلاحظون هاي، هذه الأي نوت إلى أي 10 هو الشيب أدريس اللي هو اللوكيشن سيلكت. أوكي، اللوكيشن سيلكت هذه أول وحدة. دائما راح نحدد الادرس بثلاث مكانات: لوكيشن سيلكت، بيج سيلكت، وريجن سيلكت. فاول شيء لوكيشن سيلكت نعرفه منه بما انه 11 من اي نوت الى اي 10. زين، الريجن الثانيه او عفوا المنطقه الثانيه او الادرس الاجزاء الاخرى من الادرس راح تمثل لي البيج سيلكت. هذا يعتمد عليه من على الديكودر انبوت. اني بالايبروم ايش قد حسبت الديكودر انبوت مالتي بالإبرام؟ 2 × 4، فالإنبوت شقد 2، فتو لاينز مخصصة للديكودر اللي هي تكملت ورا الأي 10 أي 11 أي 12 2. ليش؟ لأن الديكودر مالتي مال إبرام 2 × 4. تمام، هذا 2 × 4 فراح أخذ لاينين للديكودر. فإذا هسه أنا أيضا أخذت هذا الجزء الآخر من الأدرس اللي هو البيج سيلكت، نسميه البيج سيلكت لأن عندي 4 صفحات فأحتاج 2 × 4. بعدها ما تبقى من الأدرس هو الريجن سيلكت. ما تبقى من الأدرس هو الريجن سيلكت اللي هو بعد الـ 12 13 إلى 19، هذا هو الريجن سيلكت. نعيد نفس الحالة بالنسبة للـ E-Square Prom. أول شيء نبدأ باللوكيشن سيلكت، وطبعا هذا هنا الريجن سيلكت راح يكون الثالث جزء من الميموري. نجي على أول شيء اللوكيشن سيلكت، يعتمد على انه انا ايش قد حسبت للاي سكوير بروم ان 12 من اي نوت الى اي 11، اجي اقول من اي نوت الى اي 11 هذا اللوكيشن سيلكت.
بعدين الإيبروم شو استخدمت لديكودر؟ استخدمت لثلاثة في ثمانية. فالإنبوت مال الديكودر ثلاثة، هذه الثلاثة أكملها من وراء الـ 11 12 13 14 راح يعطيني البيج سيلكت، هذا طبعا الأول خلصنا منه، وهذا البيج سيلكت، وما تبقى من الأدرس اللي هو من أي 15 إلى أي 19 هو الريجن سيلكت، هذا هو الريجن سيلكت. نفس الشيء نكرر بالنسبة للرام، الرام النمبر أوف لاينز فور لوكيشن هي 13 لاين من أي نوت إلى 12، هذا اللوكيشن سيلكت. الديكودر اللي احتاجيته 4 في 16، فالإنبوت مالته 4، أخذ 4 لاينات من بعد الأي 12 13 14 15 16، تنطيني البيج سيلكت، هذا الجزء الثاني من الميموري البيج سيلكت، وما تبقى من الأدرس اللي هو أي 17 18 19 يمثل لي الريجن سيلكت. أوكي، هذه هي الستيب الفور اللي من خلالها سوينا الادرس اساينمنت. بالادرس عفوا بالستيب 5 الخطوه الخامسه بالحل، نجي شو نسوي؟ نحسب calculate the start والend addresses for each memory region and the start and address for each page within each memory region. زين، نجي نبدي على طبعا احنا كل ساعه نكرر ثلاث حالات لان عندنا ثلاث انواع من الميموري. نجي على أول نوع اللي هو الـ EEPROM region. الـ EEPROM region حسب السؤال، الـ EEPROM region الـ start address اللي مطينا إياه بالسؤال هو FE 3 أصفار، هذا نجي نبع عليه من السؤال FE 3 أصفار، هذا الـ start address طبعا، وهذا الـ start address مال EEPROM E square، وهذا مال الرام، هذا الـ start address. فالستارت ادريس هو معطى، هذا معطى لنا. فالاند ادريس عاده شو يساوي لنا؟ يساوي لنا الستارت ادريس ايش قد عندك ستارت زائدا الاي بروم ريجن سايز، الاي بروم ريجن سايز. زين، احنا هذا الستارت ادريس نزلته، الاي بروم ريجن سايز منين اجيبها؟ الاي بروم ريجن سايز هي بالسؤال معطات هنا الإيبروم، هذا total size اللي هو شقد 8 كي، فأضيف هذا الحجم على الستارت أدريس، أضيف على الستارت أدريس يطلع لي اثنينهم شيطوني الاند أدريس. أوكي، فأضيف السايز على الستارت يطين الاند أدريس. أوكي زين، فإذا أنا هنا أنا شسويت؟ أضفت هذا الستارت، الاند أدريس هو طبعا مطيني سايز اللي هو 8 كي. شلون احسب ال فاليو؟ ال 8 كي معناته احتاج 13 ادريس، لان 8 3 والكي 10، 10 زائد 3 13، اخلي 13 واحد، هذا 1 2 3 4، هذول اربع وحدات، وهي اربع وحدات، هاي 8 واربع وحدات 12، وواحد واحد 13. فالكود اللي المفروض اجمعها ويا الستارت هي اف 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 1 0، فاجي اكتب القيمه مالته اللي هو اف 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 1 0، اضيفها الى الاف اي 0 0 0، راح يطلع الاند ادريس هذا قيمته 5 اف 1، من اجمع هذا مع هذا يطلع 5 اف 1. اذا الاي بروم ريجن الستارت ادريس هو اللي مطيني اياه بالسؤال، والاند ادريس طلعته اللي هو 5 افات حسب هذه البروسيجر. نفس الشيء نجي نحسب البيج ستارت واند ادريسز. زين، النمبر اوف بيجز اللي معطاه عندي للاي بروم اللي حسبتها هن 4. هنا شنو المقصود طلاب؟ اذا نجي بس اشوفكم فشي، أنا الإيبروم إذا تلاحظون الإي سكوير بروم كل حجمه 8 كي، حجمه 8 كي، يعني وكأنما أنا عندي بلوك، عندي كأنما بلوك 8 كي، هذا البلوك كله 8 كي. زين، نجي نقول مثلا هذا 8 كي، هذا حجم البلوك. أوكي زين، هاي الثمانية كي أنا إيش راح أسوي لها؟ راح أقسمها أربع بيجات، راح أقسمها أربع بيجات،
يعني هنا أنا كأنما أخلي هيك نسويها. أنا بالبداية عندي صح هذا، خلينا نفرض عندي هيك، يعني هي هذه الميموري مالتي، نفرض هيك أوكي، هذه الميموري مالتي، هذه هي كلها الثمانية كي، أحتاج بيها أربع بيجات أوكي، أربع بيجات، هذه البيجات الأربعة، هذه هنا كأنما بيج 1، وهنا كأنما بيج 2، وهنا بيج 3، وهنا بيج 4 أوكي. زين هذه الميموري، هذه الميموري إذا بس نجي أضيف لها الستارت أدرس، الميموري كلها، كل الميموري هاي الثمانية كي تبدأ من يا عنوان من اف اي ثلاثة صفارة وتنتهي بخمس افات، فأجي بس أكتبها هذه، أكتب هنا اف اي ثلاثة صفارة وتنتهي بالخمس افات اوكي، خمس افات، هذه كل الميموري، يعني هذه كلها هي الثمانية كي اوكي. زين الان بعد ما حسبت اني الستارت والاند، هسه اريد لكل بيج، لكل بيج الاربعه بيش تبدي وبيش تنتهي، بيش مثل هذا البيج نمبر 1 بيش يبدي وشنو اللي ينتهي به، يعني ايش قد راح ينتهي الاند ادريس مالته، هنا أنا هذا اللي ما اعرفه صحيح. نفس الشيء هنا أنا هذا أمنا شنو الستارت وشنو الاند ادريس مالته، كذلك بالنسبه للبيج اللي بعدها شنو الستارت وشنو الاند ادريس، هنا شنو الاند ادريس، وللبيج الخامسه هنا بس أسويها للبيج الخامسة إيش قد راح يكون الستارت، أما الاند أنا واثق من عنده هو خمس أفات، وهذه البيج الأولى واثق إنه الستارت مالتها EF0 لأن هو هذا الستارت والاند مال كل البلوك، فأحتاج أطلع هذا الستارت الاند مال الأول والستارت والاند مال الثاني والستارت والاند مال الثالث وفقط الستارت مال الرابع. شلون راح نحسبها؟ نجي شو نقول؟ يقول الـ size of each page 2K، هذا احنا معطى لنا بالسؤال انه للـ EEPROM region الـ size of each page 2K، هذا معطى هنا الـ page 2K، هذا 2K زين؟ طيب طالما انه هو 2K 2K الستارت ادريس انا اعرفه اللي هو الاف اي ثلاثة صفارة، هذا الاف اي ثلاثة صفارة مال بيج 1، لكن الاند ادريس شلون احسبه؟ اقول ببساطة الاند ادريس يساوي ان الستارت ادريس زائدا السايز اوف بيج، نفس ما حسبنا قبل شوي بس كان هذاك السايز اوف ريجن، هنا السايز اوف بيج بما انه 2 كي، 2 كي يحتاج ان 11، ال 11 يعني 11 واحد، ال 11 واحد أربع وحدات زائد أربع وحدات هاي 8 زائد إن 3 وحدات اللي هي رقم 7 يعطيني 11، فالكود يصير F F700 أضيفها للستارت يطلع ال end address، فإذا هسه ال end address مال البيج الأولى هي FE7FF FE7 هذا FE7FF حسبت الاند ادريس مال البيج الاولى. الستارت ادريس مال البيج الثانيه ببساطه ايش راح يكون؟ راح يكون هذا العنوان زائد واحد لان هو اللي بعده، فاذا ضفت واحد الاف راح تصير صفر، بعدين هنا الاف هم لها واحد من الكاري راح تصير صفر، والواحد يضاف على السبعه فراح تصير ثمانيه، فهنا الستارت ادريس راح يكون اف اي 8 0 0، هذا اللي هو اللي قبله زائد واحد اوكي.
فهنا نجي نرجع هنا البيج الثاني، هاي البيج الأولى عرفناها، البيج الأولى عرفنا الستارت والإند. بالنسبة للبيج الثانية، البيج الثانية الستارت راح يكون مثل ما قلت لكم هو آخر عنوان، هذا نضيف له واحد فقط، نضيف له واحد يطلع الستارت مال الثانية اللي هي الاف اي 800. شو نعرف الاند؟ نفس الشيء الاند ادرس اقول الستارت زائدا حجم البلوك، لان البلوكات متساوية، البلوكات اللي هو 00F7FF اجمعها راح يطلع اف اي 3 أفات، اف اي 3 أفات، هذا الاف اي 3 أفات، هذا الاند ادرس بالبيج 2. البيج 3 شنو الستارت ادريس؟ هو قبلها زائد واحد، الاف يصير صفر، الاف يصير صفر، وهاي الاف يصير صفر، الاي يصير شقد اف، راح يصير اف اف 000 الستارت. الاند ادريس هنا ايش راح يكون؟ راح نضيف له مثل ما سوينا بالبيج الثالث، راح نضيف 7 اف، هاي نفس الاضافات مالتنا اوكي، نضيفه راح يطلع الاند ادريس هو اف اف 7 اف، راح يطلع اف اف 7 اف اف. الستارت ادريس اللي بعده نضيف له واحد، فالاف يصير صفر وهذا يصير صفر، والسبعة يصير 8، فصير اف اف 8 0 0. فاذا بناء على هذا عرفت كل ستارت، وطبعا هنا الاند لازم يطلع 5 أفات، فعرفت شنو الستارت وشنو الاند مال كل page.